أنا أزور الزيارة الأخيرة قبل سفر. جزاه الله خيرا وغفر الله له ما قاله في حق أشيخنا. والله العظيم أقسم بالله لولا أن المجالس بالأمانة لنقلت ما قاله لنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن الفترة التي كنا فيها وعن موقف الشيعة والإخوان والضباط الملتحين، لكن المجالس بالأمانات وحتى لا يسبب ذلك له إذا، لكن سأكتبه وإذا مات ومت سوف ينشر في الناس. لكن أنا قد تربيت أن لا أكشف أسرار الناس وقد طلب منا هو ذلك. لكن من الأمور التي ذكرها لنا من باب الدعوة أن والده رحمه الله كان قد سافر تقريبا سنة 1929، كان سافر لمكة يجاور فيها، يقول له أن جماعة الإخوان جالهم واحد من الأستاذ حسن البنا عاوز يعرض عليه التقريب بين السنة والشيعة. فالأستاذ حسن البنا سمع منه بس حصل عنده تشكك الكلام ده صح ولا غلط، فياخذوا لمين؟ فخذوا للشيخ محب الدين الخطيب وقال يا شيخ اسمع من هذا الرجل ماذا يقول، فسمع منه وقال له سوف اجيبه. فكتب الشيخ محب الدين الخطيب كتاب الخطوط العريضه حتى يبين للاستاذ حسن البنا خطر المذهب الشيخ. فدي المنهج السلفي منهج متاصل قديم، مفيش حد له فضل على هذا المنهج من جماعه الاخوان. هذا منهج كان الفضل اولا واخرا وظاهرا وباطنا لله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي امتن على خلقه، هو الذي تفضل على عباده، هو الكريم الرحيم الرحمن.